شركة أبل تتعرض للغزو من جديد من قبل بعض التطبيقات التي تنتهك خصوصية المستخدمين، حيث سجلت بعض التطبيقات ما يجري عرضه على شاشات الهواتف الذكية، ما يعني احتمالية رصد معلومات حساسة مثل رقم بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدم. التقارير التقنية نبهت أبل إلى أن بعض التطبيقات تتجسس على مستخدم الهواتف من خلال رمز تحليلي يتيح لتلك التطبيقات تسجيل كيفية تفاعل المستخدم مع تطبيقات آيفون الخاصة بها. وسارعت شركة أبل إلى تحذير تلك التطبيقات بوقف تلك التقنية، وأنها ستخبر المستخدمين بالأمر حتى يكونوا على دراية بما يحدث. وفي حال عدم استجابة هذه التطبيقات لطلب الشركة الأمريكية، فإن أبل ستقوم بحظرها في متجر أب ستور. الحدث تم الالتفات إليه بعد تحقيق أجرته تيك كرانش لكشف النقاب عن الشركات الكبرى مثل إكسبيديا وهوليستر وهوتيلز دوت كوم، حيث كانت تستخدم أداة تحليل تابعة لجهات خارجية لتسجيل كل نقرة ومشكلة داخل تطبيقاتهم. كما كشف التحقيق أيضا على أن التطبيقات الثلاثة لم تطلب من المستخدم الحصول على إذن للتسجيل، كما أن الشركات لم تذكر في سياسات الخصوصية أنها تقوم بتسجيل نشاط التطبيق الخاص بالمستخدم. جلاس بوكس هو أداة تحليلية عبر الهواتف الذكية تسمح للشركات بدمج تقنية تسجيل الشاشة الخاصة بها مع تطبيقاتها لإعادة عرض كيفية تفاعل المستخدم مع هذه التطبيقات. ووفقا لشركة جلاس بوكس، فإن التقنية متوفرة للعديد من الأسباب، منها المساعدة على تقليل معدلات الأخطاء في التطبيقات، إلا أن شركة أبل تحظر التطبيقات التي تجمع البيانات دون الحصول على إذن من المستخدم. وفي الأسبوع الماضي أفاد موقع تيك كرانش أن شركة أبل قد حظرت تطبيق البحث الخاص بفيسبوك بسبب جمع بيانات المراهقين. ولا يقتصر جلاس بوكس على المستخدم أجهزة أبل فقط، بل يستخدمه مطور الأندرويد أيضا، وذلك وفقا لمصدر إخباري تحدث العام الماضي عن بعض التطبيقات التي تعمل في هواتف أندرويد ولديها القدرة على تسجيل ما يجري داخل شاشة المستخدم.